نعود مرة أخرى إلى تطور آخر حدث الأسبوع الماضي، وهو إعلان السعودية عن منحة نفطية مقدمة لليمن تقدر ب60 مليون دولار شهريا لمحطات الكهرباء. السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر قال بأن هذه المنحة ستساعد في تحسن الاقتصاد اليمني وأيضا وقف تدهور العملات. كنا قد تحدثنا عنها قبل قليل مع ضيفنا وكيل وزارة الصناعة والتجارة السيد علي عاطف. أيضا نتساءل عن إمكانيات حل إشكالات أو مشكلة انقطاعات الكهرباء خاصة في المدن أو المحافظات الساحلية التي تعاني من حرارة الصيف الشديدة وانقطاعات الكهرباء التي تزيد من معاناة المواطنين. إذن هذه المنحة كيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع من أجل أن يستفيد منها الناس؟ دعوني أستضيف معي عبر الهاتف السيد عارف عبد الحميد مدير عام مؤسسة الكهرباء في تعز. أرحب بك معنا سيد عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد عارف. أريد أن أسألك الآن فيما يتعلق بالمنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن التي أعلن عنها السفير السعودي، أنتم في وزارة الكهرباء كيف ترونها؟ طبعا في البداية نشكر الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم الأخير لليمن حكومة وشعبا. طبعا في معاناة كبيرة في قطاع الكهرباء بسبب الإطفاءات نتيجة العجز في الكهرباء الناتج عن عدم توفر الوقود. طيب سيد عارف الآن فيما يتعلق طبعا في معاناة كبيرة ويتأثر الاقتصاد اليمني ويتأثر جميع الأنشطة في مختلف المجالات بقطاع الكهرباء. فالدعم الحكومي من قبل المملكة سيكون عبارة عن دعم المشتقات النفطية لدعم محطات الكهرباء التي تولد الوقود باستخدام الديزل والمازوت. طيب قبل هذه المنحة سيد عارف دعني أدخل معك في هذا السؤال، قبل هذه المنحة المقدمة من السعودية كيف كانت العملية تجري فيما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء؟ نعم سيد عارف هل تسمعني؟ إذا مشاهدينا الكرام كان قد تحدث معنا سيد عارف حول الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء في البلاد وخاصة في المحافظات الساحلية التي تعاني من حرارة الصيف. هذه المنحة كما يقول مبشرة جدا وستساعد في حل جزء من الإشكالية وليس كلها كما ترون مشاهدينا الكرام. الجميع يعاني من إشكالية انقطاعات الكهرباء. جانب آخر متعلق أيضا بهذه المنحة وهو تحريك العجلة الاقتصادية كونها أيضا منحة مالية نستطيع أن نفسرها أيضا في ذات الوقت ويمكن أن تساعد على توفير العملة الصعبة في السوق. إذن هناك جوانب مختلفة لهذه المنحة السعودية المختلفة، لكن كيف يمكن أن تتعامل معها الحكومة وأيضا المؤسسات الخاصة بقطاع الكهرباء وتستفيد منها لترجمتها على أرض الواقع بحيث تستفيدون منها أنتم ويستفيد منها الجميع لوقف هذه الانقطاعات الكهربائية التي لا تتسبب فقط في الانطفاءات في البيوت وإنما أيضا تتسبب في توقف الكهرباء عن المعامل والشركات والمصانع التي تقوم أيضا بتحريك العجلة الاقتصادية وتوفير السلع على السوق. وأيضا لا ننسى أن هذه السلع يمكن أن توفر العملة الصعبة. أيضا يبدو أن السيد عارف قد عاد إلينا مجددا. ألو سيد عارف، يعني أهلا وسهلا بك من جديد. أعرف أن الخط انقطع لكن هنا دعني أسألك كيف كانت العملية تجري قبل المنحة السعودية؟ كيف كانت عملية تزويد المحطات الكهربائية بالوقود تجري؟ طبعا هو يتم التزويد للمحطات الموجودة في المناطق المحررة بالوقود اللي هو الديزل والمازوت لتشغيل المحطات. يتم عن طريق كانت يتم يعني الشراء المباشر من قبل وزارة الكهرباء عبر شركة النفط. يتم تغذية المحطات بالوقود اللازم لتشغيل المحطات، ونظرا طبعا كان نظرا لعدم توفر الوقود يعني يسبب لإطفاءات كثيرة ومعاناة الناس. لتوفر هذه المنحة سيتم توفير هذه المحطات. طبعا محافظة عدن تقريبا لوحدها تحتاج في الشهر بما قيمة وقود 40 مليون دولار لعدن فقط. إذا ما هي السعة التشغيلية لل 60 مليون دولار الذي منحتها السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن؟ ما الذي يمكن أن تشغله وأي محافظات؟ سيتم دعمها للمناطق المحررة لتغطية قيمة الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء في محطات التوليد. هل سيصلكم يعني إلى تعجز منها؟ نحن في تعز الكهرباء طبعا منقطعة منذ 3 سنوات في محافظة تعز. كليا أو جزئيا؟
كليا عدا مدينة المخا فقط هي التي موجود فيها خدمة الكهرباء، أما بقية محافظة تعز بالكامل مطفية منذ 3 سنوات، وهناك توجيهات الآن من رئيس الجمهورية بتوفير 30 ميجا لتشغيل مركز المدينة. طيب يعني تحدثت إذن بأنها ستذهب إلى المكلا في حضرموت وإلى عدن، وكما تحدثت بأن عدن لوحدها تحتاج إلى 40 مليون دولار في تعز. نعم سنستفيد منها في تعز في محطة المخا التي تغطي مدينة المخا فقط، نحتاج وقود لمحطة المخا التي تغطي مدينة المخا فقط. إذن هذه المنحة المقدمة هل ستشمل فقط المحافظات المحررة أم أيضا المحافظات التي ما زال الحوثيون يسيطرون عليها؟ لا، فقط في المناطق المحررة فقط. طيب هل تعتقد بالذات في محافظة عدن، ها في عدن والتي قلت بأنها تحتاج إلى 40 مليون دولار، يعني الأكبر مصير سيكون للوقود هو لمحافظة عدن. طيب هل ترى بأن هذه المنحة ما هي إلا معالجات عاجلة ومستعجلة وليس ولن تدوم لفترة أطول ولن تحل الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات الكهربائية؟ طبعا هي معالجة جزئية ومؤقتة، ولكن إذا كان هناك حل جذري لمشكلة الكهرباء لابد للبحث عن توليد وبدائل باستخدام غير الوقود الثقيل والديزل والمازوت، أن تتوفر محطات تعمل بالغاز سيكون التكلفة التشغيلية قليلة جدا وغير مكلفة بالنسبة للحكومة. أما ما زلنا في استخدام محطات التوليد بالوقود اللي هو الديزل والمازوت فهي مشكلة قائمة. طيب هناك محطات تعمل بالغاز خاصة محطة مأرب الغازية وأيضا هذه المحطة التي تعمل بالغاز في مأرب فقط وفي سيئون وفي حضرموت، لكن في عدن كل التوليد على الوقود الثقيل اللي هو المازوت والديزل. طيب ماذا عن الشركة التي مدينة عدن الشركة التي وقعت يعني عقدا ممكن تجيل محطة توليد بقدرة 200 ميجا تحطها في ميناء عدن بمحطة عائمة بالغاز ونقل الغاز من بلحاف أو من مناطق الغاز المسال، وسيوفر علينا جهد كبير وتوفير الطاقة بصورة دائمة. إذن وضحت الصورة سيد عارف عبد الحميد مدير عام مؤسسة الكهرباء في تعز، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بعد قليل نتحدث عن الأحداث الأمنية التي جرت مؤخرا في مدينة مأرب وإلى أين وصلت الأجهزة الأمنية في إجراءاتها هناك.